السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت حابب بسأل عن حكم تقويم الأسنان لو الأسنان نفسها يعني غير سليمة غير منتظمة، وفي ناس برضو بتبقى بتيجي عايزة تعمل أسنان لزيادة الجمال، في بنات أو نساء بتيجي تكون سنانها معوجة بتبقى عايزة تظبطها أكتر، فهل ده فيه حرمانية ولا لا؟ ونفسك الأول لما يخص تقويم الأسنان، إذا كنت ستعود بالأسنان إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، يعني في أسنان شاذة واحد شاذ وأنت ترجع به بإذن الله إلى ما عليه عموم خلق الله، هذا جائز. نعم. وتركيبات الأسنان، تركيبات الأسنان لها لون أفتح من لون الأسنان بسبب التسوس أو بسبب الاصفرار، يعني تركيبات الأسنان. نعم مش فاهم المنع من تركيبات الأسنان. يعني في نساء بتيجي تعمل تركيبات أسنان بتكون أسنانها سليمة وكويسة، ولكن بتعملها بسبب اللي هي عايزة تخلي لون السنان أفتح أو شكل السنان بشكل معين. يعني بتشيل السنة من الأصل وتجيب سنة جديدة ولا ايه؟ لا بيتبرد جزء من السنة من سطح السنة وبيتركب عليها طبقة، الطبقة دي بتبقى لونها أفتح من لون الأسنان، بتتعمل الأسنان كلها العلوية اللي فوق بلون معين لون فاتح بيزود شكل السنة، حاجة تجميلية مش حاجة علاجية. يعني هذا ليس المتفلجات للحسن المغارات لخلق الله يدخل فيها ولا لا؟ نعم، بيقفلوا المساحات بين الأسنان وممكن يعملوا تبييض برضو يفتحوا لون الأسنان، يعني الهدف بيبقى هدف العيانة جاية للتجميل ومش للعلاج، يعني ما هيبقاش في حاجة وجعاها أو حاجة مضايقاها. أمهلني بارك الله فيك. نعم جزاك الله خير. الله يسلمك.